لغايه دلوقتي وما كناش بقينا مؤمنين. المخرج ايناس الدغيدي لها موقف حازم من هذا الموضوع تحديدا، حتى وصلت في وصل فيها الموضوع الى ان قالت لا اسمح لمحجبه ان تلعب دور بطوله او تشارك باي فيلم انا بعمله، يعني عن ايناس الدغيدي، او مش لا اسمح، راحت لا مستحيل. ما رأي يا احمد السقا في الفنانات المحجبات؟ يعني انت بتاخد رايي في الفنانات المحجبات ولا بتقول رأي ولا رايي في الاستاذ ايناس؟ الاستاذ ايناس دي وجهات نظر خاصه، وكل واحد له احترامه وكل واحد له احترام رايه، ولكن يعني الاختلاف في الراي لا يفسد الود قضيه. انا لا املك من الجرأة ان اقول الكلام ده، ما اقدرش اقول الكلام ده ولا اقدر اتحمل. هل هذا جرأة ان يقال هذا الكلام ولا اقتناع؟ ما هي بالنسبه لها اكيد قناعه، هي بالنسبه لها اكيد قناعه اللي هي بتقول، ولكن يعني انا ما اقدرش اقول الكلام ده وانا وعنديش القناعه بالكلام ده يعني. منك. واستطيع ان انا اشوف في عينيك انك طبعا بمنتهى الذكاء والالمعيه هتفتح معايا موضوع ان انا مراتي كانت يوما ما محجبه وفكت الحجاب. طبعا. يعني ارجو ان تتوسم فيها الذكاء وليس الغباء. انا مراتي اتحجبت 3 مرات وفكت الحجاب 3 مرات، ولكن في يوم من الايام سالت الاستاذ. لحظه قبل ما نوصل لهون، لانه رح نوصل لهيدا السؤال. ما انا بختصر عليك الطريق. لا ما انا مش بدي اختصر، انا بلشت. انا طالما بدات لازم استسلم. طيب طالما بدات احنا بدنا نحكي بهذا الموضوع، تفضل. سالت في يوم من الايام الاستاذ عمرو خالد، قابلته مرتين في حياتي، فسالته قلت له يعني حجاب والاخر، انا مش هدخل في فرض او مش فرض، مش هدخل في هذا الجدل، ولو اني انا عندي قناعه ان هو شكل من اشكال التدين، شئنا ام ابينا، شكل من اشكال الفريضه. نعم. الفريضه التي لها قدره خاصه. نعم. ليه بقى؟ تاج المراه شعرها، اصعب حاجه على المراه هي تغطيه شعرها، هي قدرات، ولكن المراه اللي مش مغطيه شعرها مش معناها ان هي يعني والعياذ بالله حاجه نتخلص منها والاخر. نعم. والحساب عند الله، الاستراتيجي الالهي ما تقدرش تدخله، بدليل ان هناك احاديث قدسيه ونبويه هقول لك فيما معناها لاني مش حافظها عشان ما اتحملش مسؤوليتها، ان هناك ربنا سبحانه وتعالى ممكن يقول لك في واحد الناس كلها شايفاه، واحد او واحده الناس كلها شايفاهم يعني مش صح، وقد يدخل الله الجنه هناك بقى. ده زي ما بيقول لك عندنا ايه، نرجع للامثال والحاجات الفولكلوريه، ان ربنا رب قلوب، ممكن يكون البني ادم اللي احنا شايفينه. تمنفوت بشرح مفصل في هذا الموضوع. المهم في هذا الموضوع قناعة من كان أن ترتدي الحجاب أو أن تعود عند ارتداء الحجاب، هل هي قناعة زوجتك شخصيا أو قناعتك حضرتك شخصيا؟ يا ريت هذا الموضوع بيتوضح. خلص يعني أوضح، بس أرد بلا مقاطعة، بس ما معنى وقت كتير نرد بلا مقاطعة، لأنه كل الحلقة دقيقة مثلا. دقيقة أوكي، حاير الوقت. اتفضل. أنا اتجوزت مراتي وهي خريجة جامعة أمريكية وكانت عايشة في لندن وأمريكا وما كانتش بتتكلم ولا بتحكي عربي. كل اللي أنا عملته إن أنا علمتها الصلاة. نعم. وعلمتها قراية القرآن واللغة العربية. نعم. مراتي دلوقتي ما شاء الله لا قوة إلا بالله معاها ترخيص وإيجاز فقه وشريعة. نعم. ومن حافظة القرآن كله. وعندما عندما تعلمت الصلاة ودخلت في الإيمان إلى العمق. وهي اللي خدت قرار الحجاب. هي اللي خدت قرار الحجاب. نعم. وهي اللي ممكن تكون مثلا يعني مع القدرة ما تحملتهاش. نعم. ولكن أنا مراتي بقى اللي فسرت لي القرآن. استثماري في مراتي هي اللي فسرت لي القران. اتمنى ان اوصل لاعلى كريدت مع ربنا سبحانه وتعالى. لماذا بعدما تحجبت عادت وقررت ان تخلع الحجاب؟ دي قدرات زي ما بقول لك، ما عنديش اجابه، انت بتسالني سؤال عبثي ما اقدرش اجاوب عليه واتحمل مسؤوليه الاجابه دي، لكن انا لم اقهرها كي ترتدي الحجاب ولم ادفعها لكي تخلع الحجاب، ولكني ساكون سعيد جدا 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 اذا ارتدت الحجاب، مش معناها ان انا راجل، ولكن انا طمعان في ربنا. طيب. في اي حاجه هتقربك من الجنه او من ربنا بتمنى. لما سالت الداعي يا عمرو خالد شو كان جوابه بالظبط، يعني بالكلام الدقيق بالمل، يعني قال لك تاج المراه الكلام ده كان بالظبط سنه 2004. نعم. كان سنه 2005. نعم. هذا الكلام قال لي، انا امي تحجبت من 4 سنين تاج المراه شعرها، فاحترمت رد الراجل الصريح. وحدا لامك على عوده زوجتك عن خلع الحجاب؟ بس لا، عوده معناها انها كانت يعني عودتها كانت متحجبه، يعني كلمه عوده ما لهاش دعوه بالحجاب، يعني كلمه عوده كانت متحجبه بخلع الحجاب. لا يعني، بس في ناس ممكن تاخد الموضوع شويه الى حد ما بشكل فيه عصبيه، يعني مثلا شو نقول، يعني في ناس، يعني مثلا في ناس اتكلمت على الموضوع ده في التلفزيون وفي الجرايد والى اخره، ولكن دي حريه شخصيه. احمد السقا توني خليفه، لماذا انت